نشوف الريف ونقضي السيف على من ميته رايحة وجاية، ودي حبك قمحت شبعنا ودي حبك شمس الدفينة. خليكوا معايا أحكي لكوا حكاية جميلة صغيرة، خليكوا معايا معايا أحكي لكوا حكاية جميلة صغيرة. برافو يا فرح، شجرة جميلة. شجرة برتقال جميلة قوي، بس ما عنديش لون البرتقاني. ما هو احنا ممكن نعمل لون برتقاني، الأحمر مع الأصفر يبقى برتقالي، وكمان الأحمر والأصفر والأزرق ممكن نعمل منهم أي لون. آني يا فرحة عندي جهاز بيخلط الألوان، وممكن نرسم لوحة كبيرة على السور كمان. جد يا جدو؟ أيوة، هاتي الألوان من المخزن وتعالي ورايا بسرعة يا فرحة. حاضر يا جدو. يلا يا فرح يا خوي، بالهدوء عليها شوية شوية، هي يعني مركبة في رجليها عجال. ماشي. لقيتها. يا فرحة. خلاص اهو يا جدو. بقولك ايه يا فرحة، ها خليك انت معايا ناولين الالوان. يلا يا فرحة. هو ايه ده بس يا جد؟ ده الرشاش العجيب. وده بقى يرش ايه يا خوي؟ يرش صلصة. صلصة ايه يا خفيفة؟ قصدي يا ست حفيظة. معقولة برضو صلصة يا ست حفيظة؟ ده جهاز يرش الألوان. يرش ازاي بقى؟ نسأل نفسينا. يرش كده هو فيش فيش. ليه بقى؟ نقول لك أنا يا ست حفيظة، الغرض منه يا ست حفيظة. إيه يا سي الأستاذ عامر الرغي ده؟ لا ما مقصودش. بقول لك يا فرح، يلا نوليني نوليني الأحمر. هو فيه أحمر زي طماطم حفيظة. يا اختي عليه، يا اختي على جماله وحلاوته. أخضر يا جدو. عفارم عليك. أيوة كده يا فرحة، هو ده هو ده لون ملوخية حفيظي. زق بقى يا فرحة، زق يلا. ده بقى يا استاذ عامر رشاش الصلصة. يا ست حفيظة حرام عليكي، اللهم احفظني. يا فرحة. نعم يا جدو. بص بقى، هنرسم اللي انت عايزاه بالتباشير وبعدين نلونها بالرشاش. انا هرسم شجرة وبقرة. عظيم، خدي. نرسم شجرة وتحتها بقرة. نرسم شجرة وتحتها بقرة. يه 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 يه. اهدي.
اهدي الحقوني. يلا يلا يا فرحة يلا اصحي معايا يلا. واحد اثنين ثلاثة. راسك بسرعة هترميها بعيد. الحقوني يا هو.